هذا مشروع ابو مهيفه، مشروع كهرباء، مشروع شطر ابو مهيفه. هذا بالتعب وبالضيم وبجهود الناس الخيره الواقفه ويانا جبنا هذا المشروع. هذا المشروع صار له 5 أشهر أو 6 أشهر متوقف على المحافظه على التنميه. انا اناشد مدير شمال ذي قار استاذ نعيم، اناشد محافظ ذي قار، اناشد المحافظ بالله ما يدري حقه ملتهي بس بالمركز، اناشد استاذ حسن دعدوش وبالمتابعه. هذا عليكم على التنميه 5 أشهر أو 6 أشهر وين يا ابو المشروع متوقف ليش؟ والله راح يجيب وايرات ما ادري منين، انكضت الوايرات، انحجت الوايرات وانتهى وقته وراح والمشروع بعده متوقف. وين المقاول؟ والله ما ندري بيه، شلون ما تدري بيه؟ غير دوله وقانون والدوله تحاسب الناشد من؟ وين هذا مصير المشروع؟ الناشد هيئه النزاهه، الناشد هيئه النزاهه بالعراق، الناشد استاذ حيدر حنون رئيس هيئه النزاهه، الناشد نزاهه ذي قار. هذا المشروع وين مصيره؟ هاي الناس الثانيه ما عندها حتى ثلاجه ما تشتغل، مبرده ما تشتغل. يعني هاي المشاريع المتنكعه الى متى مثلا؟ معليش ما حد يتابعها، المحافظ رجال ملتهي بس بالمركز، لا يدري عنده قضاء ولا يدري عنده ناحيه ابدا بالمركز، احترق تاير طار ركض، ايش تردون وايش تامرون؟ اما القضيه والنواحي كلها ما يدري بيها.